كلميني عن جمالك النهاردة والدريس واللوك بتاعك زي القمر. ميرسي، هيدا من ذوقك، هيدا عيونك حلوين عم تشوفيني هيك، يعني كلك ذوق. ميرسي. لا بس أنا بجد حابة الجمهور يشوف الدريس بتاعك. ميرسي ميرسي. تحفة. أنت جايباه من عند ديزاين معين مثلا ولا إيه؟ بلبس أوقات عند ديزاينر وأوقات أنا بختار هدومه، بحب كون فاشن يعني. ثانك يو. تحفة، اتفضلي. ميرسي. كلميني عن تجربتك مع شعبان عبد الرحيم. شعبولا على الصعيد الشخصي كتير بحبه، إنسان كتير متواضع، قريب للقلب وطيب كتير، والناس بتحبه. سو كان عمل كتير حلو، اسمها الغنية حتجوز لبنانية، بس ما تجوزنا بالحقيقة يعني. الأعلام كتير جوزنا وهيك، بس طبعا ما صار شيء. وممكن نعمل ديو تاني من متوقع. طيب الديو بتاع شعبان بحب سمعني منه حتة كده. نعم، هو شعبان مش هنا، مش هينفع خلاص، هو ديو مهضوم كتير يعني. وشعبان غنى لي انه عشان خاطر انا بقول لشعبان يعني عشان خاطر عيونك مخصوص نزلتي مصر، يعني كده في مغازله بيني وبينه يعني. مهضوم. تمام. طيب قولي لي ايه اللي خلاكي تيجي مصر؟ بحب مصر كتير، وبعتبر الفن بدايته من هون، والشهره من مصر. اللي بيكون عنده قاعده جماهيريه بمصر بينتشر لكل العالم. ده اعتراف من الفنانه اللبنانيه ان انت لو عايزه تتشهري، لو انت في اي بلد لازم تيجي مصر الاول عشان تتشهري. تمام كده. هي دي الحقيقه يعني. مصر لانه بلد كتير كبير وشعبها بيحب الفن، سو هيدا الحلو فيها، ومن خلال الفنانين بيوصل لكل الدول العربيه طبعا الثانيه. كلميني بقى الرجاله بيعملوا ايه قدام جمالك ده، اعرف. حبيبتي انت القمر، عشان هيك يعني انا خجلتيني هلا بكلامك الحلو. ميرسي ميرسي. الحمد لله يعني في كثير معجبين، بس ما بعرف يعني ما في حدا هيك بحياتي رسمي، عرفتي كيف؟ اي بس في كثير عندي فانز حتى على الفيسبوك بيتغزلوا فيي، وانت اسم الله عليك مثل القمر يعني. هلا انا حاسه حالي بس الوحيده هيك يعني. لا 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 مشتي. طب قولي لي يعني ايه مواصفات مثلا فتى احلامك؟ يو بار دريم. مش موجود. قولي لي عايزه مثلا كذا. قولي يعني عايزه اسمر، طويل، يكون كثير حلو، يكون كثير كريم، جنتل، في كثير مواصفات البنت بتحبها بالشاب، يعني مش بس جمال، شخصيته يكون قوي الشخصيه. يعني ما يخاف من حدا، في كتير يعني مواصفات معينه. طب يا جمهور فوشيا، تبقى طويل واسمر واكيد شعرك ناعم طبعا، وتكون كريم، عندك الكرم دي اهم حاجه، فنانه منار ممكن توصل لها وهتبقى من اهم معجبنا. طيب قولي لي ايه اعمالك الفتره الجايه هتكون عباره عن ايه؟ انا بحضر اغنيه جديده اسمها خمسه فرفشه من انتاج سام حمره، هو مدير اعمالي واخراج احمد الفيشاوي، وحتتصور في اليومين دول. وانا مصوره اغنيه قبلها اسمها الستات، يعني بدافع عن الستات وهيك، بقول انه عم بهاجم فيها الرجاله شويه.